واكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدوله توفر الغاز الطبيعي لوزاره الكهرباء باسعار مخفضه وباقل بكثير من الاسعار العالميه وطالب مدبولي بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لزياده صادراته للخارج والاستفاده من الاسعار المرتفعه عالميا ان تسعير الغاز الطبيعي اللي الدوله حطته من اللي هو يروح للكهرباء مسعر على اساس ان سعر المليون وحده حراريه يبقى 3 دولار. يعني المفروض ان وزاره الكهرباء بتشتري من وزاره البترول الغاز الطبيعي اللي بتستخدمه في توليد الطاقه على اساس ان المليون وحده حراريه ب 3 دولار. طيب سعر النهارده المليون وحده حراريه لو انا صدرت المليون وحده في الخارج، السعر العالمي النهارده كام؟ 30 دولار. يعني معنى كده ايه؟ إن أنا الغاز الطبيعي اللي أنا بوفره علشان توليد الكهرباء أنا بوفره داخليًا ما بين الجهتين اللي في الدولة بعشر قيمته الواقعية في السوق العالمي. الكلام ده طبعًا في وقت ما كان سعر الغاز في الأسعار الطبيعية المعتادة قبل أزمة الحالية كان ده جزء من الدعم اللي إحنا كدولة قادرين إن إحنا النهاردة نتحمله. لكن ممكن إن إحنا النهاردة نتخيل مع بعض كل ما هقدر أوفر من, من الغاز الطبيعي اللي بيروح لمحطات الكهرباء اللي أنا بديها أصلاً في الأساس بسعر 3 دولار للمليون وحدة، أنا كل مليون وحدة حرارية هقدر أوفرها هقدر أصدرها بعشر أضعاف الرقم.